للأسف أصعب القصص اللي ممكن نسمعها هي قصص مأساوية متعلقة بالأطفال، وتكون النهاية هو أنه الطفل هذا يتوفى نتيجة لعبه في مكان معين، أو اقتنق بلعبة معينة، أو ابتلع مثلا بطارية، أو مثلا ذهب لحديقة وكان في الحديقة مثلا في بير أو غيره. يعني قصص مأساوية حقيقة ما نحب أننا نسمعها ولا نحب أننا نتطرق لها، ولكن للأسف موجود. يمكن زي الطفل زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل يا روى عن الطفل اللي وقع في المدرسة. صحيح. ويمكن هذه ليست أول حادثة، سبق شفنا فيديوهات عن أطفال برضو، طفل آخر وقع في الدرج من أمام عين المدرس. فحقيقي يعني هذه القصص المأساوية مزعجة جدا. وفي قصة مأساوية في مدينة تبوك، فقدت عائلة طفل يدرس في الصف الثاني الابتدائي نتيجة اختناقه بلعبة منزلية. رح نتعرف عن تفاصيل هذه القصة بشكل مفصل مع جد هذا الطفل الأستاذ سالم العطوي. طبعا بداية يعني نقول عظم الله أجركم في فقيدكم أستاذ سالم. جزاك الله خير. يعني أستاذ سالم، يعني يا ريت لو تدينا فكرة عن ماذا حصل لمحمد. والله محمد كان يلعب المرجحة ونط على حبل وانغمق. طيب في المرجحة، يعني ما كانت في لعبة في المنزل، كانت في المرجحة في حديقة المنزل أو في حوش المنزل أو في حديقة عامة؟ أيوة، حديقة تابعة لنا وحبل معلق في الشباك ورعاية ما رجحة فيه. نعم. طيب رحمة الله عليه. ولكن أبغى أسألك، يعني كيف تم اكتشاف وفاته؟ يعني أهله استفقدوه؟ إيش اللي صار بالضبط بعد هذه الحادثة؟ أختها صغيرة كانت معه، واحدة أصغر منه. يوم من أغمي عليه راحت لما قالت محمد يسوي روحه ميت. يعني هي أخته الصغيرة. ولسمها ولبت الموقف. يعني طيب إيش الإجراءات الإسعافات الأولية اللي أجريتوها؟ يعني كيف كانت حالة الطفل؟ هل استطعتم أنكم يعني توصلي له؟ كيف كان هو؟ يعني أنا ما أدري كيف أسألك هذه الأسئلة، أنا أعرف أنه الموضوع صعب ليكم كأهل، بس أنه البعض يعني يستغرب أنه طب هذه لعبة بريئة أرجوحة بيلعبوا فيها دائما الأطفال، ما يخطر في بال أحد أنه قد تكون مميتة وخطيرة. يا بنت الحلال شوف لي احنا ما لحقنا في حياة. نعم. يوم جت امه وانا ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. طب هذه الارجوحة هي كانت بالحديد ولا بالحبل؟ هو الحبل معلق في الشباك. نعم. يعني نعم. خلينا نقول بدائية الصنع، يعني انه اجتهاد شخصي. ايوه. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يعني يأسفني أني أسألك، كيف يعني والدة محمد يعني اكتشفت الموضوع؟ كيف تقبلت الخبر؟ إيش الوضع؟ الخبر سيء، الأكثر هذا يعني وجدت الخبر أكيد سيء، وتستقبل تضحك استقبلتها ردت على ربطها ودنا مستشفى. نعم. يعني الله يرحمه ويغفر له. يعني هذه يعني طبعا فاجعة لكم، وأكيد يعني تعازينا الحارة لكم، وهذا شيء جدا صعب خصوصا على الجد، وإحنا نعلم علاقة الأجداد مع الأحفاد قديش قوية. الله يرحمه محمد. ويعني أنتم في أي منطقة؟ في تبوك. في تبوك. وهذه الحادثة متى حصلت؟ يوم الخميس. رحمة الله عليه. طيب في نصيحة أخيرة تحب تقدمها للأهالي؟ نصيحة تقدمها للأهالي؟ نصيحة لا تسووا مرجحات. لا تسووا مرجحات. أنا أقول الله يصبر قلبكم يا أستاذ سالم، ويصبركم على فراقه، والله يغفر له ويرحمه ويربط على قلب والده. وأنا يعني أعتذر وشكرا لمداخلتك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل، من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، سيدة سعودية تحول غرفتها إلى ورشة للفن التشكيلي.